مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم قضايا وآراء، آخر حلقة في هذه السنة التي سنودعها بعد أيام. سنخصصها لقانون المالية للسنة التي ستليها، السنة الجديدة 2018. الإطار المالي لتنفيذ السياسة العمومية تم التصويت عليه مؤخرا في مجلس النواب بعد اجتياز مرحلة المناقشة وإدخال التعديلات. فما هي مواقف أحزاب الأغلبية والمعارضة والنقابات منه؟ وما هي النتائج المرجوة من تطبيقه؟ أسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا الكرام بعد هذا التقرير. الموافقون 171، المعارضون 63، والممتنعون 15. بذلك صدق مجلس النواب على مشروع قانون المالية برسم سنة 2018 في إطار قراءة ثانية كما أحيل من طرف مجلس المستشارين. أكدت اليوم الأغلبية أنها متمسكة ببرنامجها الحكومي المتعلق باستجابة للأولويات الوطنية اللي هي التشغيل والتعليم والتكوين، إضافة إلى الاستثمار عبر طريق دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. هذه التركيبة ديال القانون المالية فعلا تعبر على رؤية استراتيجية تنوه بالعمل الحكومة، لأن قبلت الأغلبية التعديلات اللي جات في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين ما يقرب 114 تعديل. وهذا المشروع هو مشروع إرادي ذات صبغة اجتماعية، واللي أساسي فيه هو أنه محرك للاقتصاد ومحرك الاستثمار اللي غيؤدي لفرص الشغل، والحكومة قبلت عدة تعديلات. فرق المعارضة بمجلس النواب بدورها أعطت مجموعة من التوضيحات حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2018. صوتنا في القراءة الأولى بالرفض، واليوم نصوت أيضا بالرفض، نظرا لأنه يحتوي على نفس المقتضيات اللي جا بها في القراءة الأولى، وبالتالي نصوت ضد هذا المشروع القانون نظرا لأنه لا يستجيب لمجموعة من التطلعات وانتظارات ديال المغاربة كلهم. صوتنا ضد قانون المالية 2018، لأنه وخا ضاف التعديلات على مستوى الغرفة الثانية باقي لا يستجيب لانتظارات المغاربة. مع الأسف البعد الاجتماعي غيب فيه، ولو أن الحكومة كتتكلم على الأولويات الصحة والتعليم، ولكن الأولويات ضعيفة جدا. باقي التعليم أساسا لا يعتبر من طرف الحكومة كأولوية قصوى. وبالمصادقة على قانون المالية لسنة 2018 والتي تراهن الحكومة من خلاله على خلق المزيد من فرص الشغل وجلب المزيد من الاستثمارات وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية، يبقى تنزيل قانون المالية على أرض الواقع من التحديات التي تواجه الحكومة. إذن القضية هي قانون المالية لسنة 2018، والآراء آراء كل من السادة. عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مرحبا بك. مرحبا بنا عندك السي عبد الرحمن. أولا ما يمكنش نبداو هذا اللقاء بدون ما الحمد لله ونشكروه على أمطار الخير اللي الحمد لله نفسات شويش الجانب النفسي واللي مرتبط مع الجانب الاجتماعي ومرتبط به كذلك الجانب الاقتصادي، وكنتمنوا الله عز وجل أن يمطرنا كذلك بأمطار الخير في الأيام المقبلة إن شاء الله. ثانيا بغيت نغتنمها فرصة لكي نعلن تضامننا من جديد مع الشعب الفلسطيني ومع أهل القدس وأهل غزة على إثر القرار للأسف الشديد غير المسؤول ديال رئيس الإدارة الأمريكية بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس. ونعتبر بأنه نحن كل الدول العربية والإسلامية مع أن تبقى فلسطين مركز إلى جانب قضية مركزية إلى جانب القضايا ديالنا اللي عنناقشوها اليوم. فيما يتعلق بمشروع بقانون المالية الذي صدقنا عليه في ظرف قياسي هذه السنة، أول مرة كنطبقوا القانون التنظيمي لقانون المالية، أول مرة في تاريخ المغرب كيخرج قبل منتصف دجنبير. هذا قانون المالية بالنسبة إلينا فيه عدة أمور إيجابية. أولا هو أول قانون مالية لهذه الحكومة اللي لم يمضي على تنصيبها سنة، بقى ما كملت سنة. ثانيا كيجي في نفس في السياق العام ديال النفس الاجتماعي الذي كان عند الحكومة السابقة ديال السي عبد الإله بن كيران، وثم المؤشرات الأخرى اللي هي طبعا جاءت في البرنامج الحكومي
وإجراءات وتدابير اللي جات في برنامج الحكومي، هذه الحكومة استطاعت أن تدخل جزءا وافرا منها في مشروع نعم. في هذا القانون المالي 2018. شكرا لك. ونرحب أيضا بسير حال مكاوي رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين. شكرا سي عبد الرحمن والضيوف الكرام. طبعا احنا كنتكلموا على مشروع قانون المالية وقانون المالية لسنة 2018، ممكن أيضا إلا نتمناو الخير للشعب المغربي بمناسبة يعني نهاية هذه السنة وبداية السنة المقبلة. مشروع قانون المالية فعلا خضى ما يكفي من نقاش هذه السنة، خصنا نعرفوا أنه خلال هذه السنة ناقشنا جوج المشاريع القوانين المالية 2017 اللي كان متأخر لأن تأخر تكوين الحكومة، ثم هذا مشروع قانون المالية. كنقول أنا هذا أول مشروع قانون المالية ديال هذه الحكومة اللي اشتغلت عليه، وكانت الانتظارات ديالنا أنها تكون يعني متناسقة مع البرنامج الحكومي. طبعا كاين أشياء اللي فيه إيجابية يمكن يجي الوقت نتكلم عليها، ولكن كاين أيضا واحد العدد ديال الأمور اللي ما استجبش لها هذا القانون المالي ديال هذه السنة. شكرا لك. نرحب أيضا لأول مرة معنا سي شقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب. مساء الخير. مساء الخير. شكرا سي عبد الرحمن. تحية للمشاهدين الكرام. يعني باختصار هذا القانون المالي تعطت فيه الحكومة بعقلانية وموضوعية مع الإمكانات اللي كتوضعها الظرفية الوطنية والدولية. القانون المالي كيعكس يعني التوجهات ديال الحكومة والأولويات ديالها اللي جات في البرنامج الحكومي. قانون مالي اللي ما يمكنناش نقوله هو الكمال، ولكن أكيد يقدم إجابات حقيقية لواحد المجموعة ديال الإشكالات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، واللي كتوضع البلاد أمام إمكانات جديدة لا شك على أنه ستضعنا أمام مسار كما شاف البرنامج الحكومي في نهاية الولاية ديال الحكومة. لا شك ستكون بوادر مجموعة ديال الإصلاحات ستظهر وستظهر وتمرها إن شاء الله. شكرا لك. مرحب أيضا لأول مرة معنا أستاذ عبد الحق حسن مستشار برلماني لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين. شكرا سي عبد الرحمن. مرحبا. كنشكركم على الدعوه ولا اتاحتكم لنا هذه الفرصه لكي نتداول في قانون الماليه ولكي نتواصل مع المواطنين. في الحقيقه لانه قانون الماليه يناقش داخل البرلمان ونادرا فاش المواطنين كيهتموا به ولا كيطلعوا على المضامين ديالو، هذه فرصه وكنشكركم عليها اتاحتم لنا باش نتكلموا في قانون الماليه. من طبيعه الحال هذا القانون الماليه تم الحديث كثير على أنه قانون اجتماعي، سنرى هل فعلا هو ذو جوانب اجتماعية أم لا. شكرا. نعم. إذن سي عبد الله قلتي بأنه شرتي لبعض السياقات ديال اللي تم فيها المصادقة على القانون، لكن كان هناك أيضا سياق أكبر اللي تميز به المغرب مؤخرا على الصعيد الاجتماعي من حركات احتجاجية من احتقان، يعني أي مدى يحمل يعني مشروع قانون المالية الإجابات كيف قال أستاذ شقران بأنه يمكن يحملها، خصوصا وأنه وصف بأنه مشروع قانون المالية أو قانون مالية اجتماعي سيعطي الأولوية لبعض القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والتشغيل. ربط القانون المالية بالجواب على الحركات الاحتجاجية وربط ربما ما غير دقيق، لكن بالفعل أنه قانون المالية يجب أن يستجيب لتطلعات المواطنين والمواطنات. أنا أعتقد بأنه اليوم كل دراسات كل تشخيصات اللي دارت كتأكد ما يمكنش بلادنا تقدم، وخا كنتكلموا عن نموذج تنموي وكنتكلموا على أن ننتقل إلى الدول الصاعدة، ما يمكنش هذا الشيء يكون إلا عبر التشخيص. وطبعا ماشي داروا البنك الدولي، داروا البنك الإفريقي، درنا حنايا بطريقة حنا كفريق. الخلاصات ديالو كتقول بانه كاين مشكل حقيقي في التربيه والتكوين، كاين مشكل ديال تاهيل الموارد البشريه، كاين مشكل ديال الخريجين ديال المدرسه العموميه. اليوم الحكومه السابقه بدات، وهذه الحكومه رسخات هذا الجانب المتعلق بالجانب الاجتماعي. ملي كنقول الجانب الاجتماعي اولا كنشوفوا شحال عطات من هذه الميزانيه 215 مليار ديال 130 مليار ديال الدرهم كلها مخصصه للجانب الاجتماعي. اذا خدينا التعليم اليوم اللي هو كل تشخيصات بما فيها الرؤيه ديال 2015 الرؤيه الاستراتيجيه ديال المجلس الاعلى للتعليم 2015 2030 كتتكلم على كاينه مشكل صحيح عندنا كفاءات، عندنا يعني عندنا عباقره، عندنا، ولكن باقي مشكل حقيقي. اليوم هذه الحكومه خصات
إضافة 5 مليار ديال الدرهم اللي تنتقل الميزانية من 54 ل 59 مليار ديال الدرهم فيما يتعلق بالتعليم. كذلك سنة غير كافية باش تحل الإشكالية ديال التعليم. طبعا منين كتجي وكدير إلى جانب 700 منصب عادي دارت 20,000 منصب جديد بالتعاقد، ما بين طبعا بالتعاقد، ونرجعوا للتعاقد شنو الايجابيات ديالو وشنو السلبيات ديالو. 55,000 منصب شغل ما بين 2015 ما بين 2017 و2018. الصحه نفس الامر، الصحه اليوم تخصيص 4,000 لانه كاين خصاص في الاطر الطبيه والشبه الطبيه والاداريه، 4,000 زائد 1,000 اللي كتوظف المراكز الاستشفائيه هي 5,000. 500 مليون ديال الدرهم اللي ضافت في الميزانيه بالاضافه ل 9 مليار ديال الدرهم اللي جايه عبر الهبات من منطقه الخليج من الدول الشقيقه، في التزام منها 2.6 مليار ديال الدرهم للالتزام من اجل البناء. ملي كنمشيو للتشغيل طبعا غنوقفوا على عده تدابير اللي جابتها هذه. نعم غنبقاو في هذو القطاعات اللي هذو جوج القطاعات نعطيك فيهم. نعم شوفوا سي مكاوي يعني ذكر مجموعه من الارقام الى اي مدى. بالنسبه للقراءه في قانون الماليه ولا حتى المناقشه ديال مشروع قانون الماليه، كنظن بدايه القراءه ديالها الصحيحه تنطلق من الخطاب ديال جلاله الملك في افتتاح الدوره ديال اكتوبر اللي تكلم فيها على النموذج التنموي الجديد. يعني المشكل الان ما بقاش عندنا المشكل الارقام وشحال ديال الامكانيات لهذا القطاع وشحال هذا القطاع وشحال الاستثمار. معروف ان المغرب من بين الدول يعني نسبه الاستثمار مقارنه مع الدخل ديال البلاد كبيره جدا. المشكل هو ان المردوديه ديال الاستثمارات ما كايناش، ما كتخلقش نمو كافي، وبعد ما كتخلقش نمو كافي ما كتخلقش مناصب شغل، وبالتالي الواقع اليوم عندنا بطاله مرتفعه وكذلك كتزاد في هذه السنوات. يعني فاش كتكون السنه اللي فيها الشتاء وكنتمناو ان شاء الله امطار الخير تزيد في بلادنا كيكون النمو في واحد المستوى، فاش ما كتكونش كينزل النمو لمستوى اخر. داكشي باش قلت في الاول يجب ان نقارن شنو هو المشاريع وشنو هو القوانين مع البرنامج الحكومي. حكومة فاش جات عارفة هاد المواضيع وعارفة الإمكانيات وعارفة الوضع المغربي. فاش كتكلمات على نسبة النمو خصها توصل ما بين 4.5 و5.5، فاش تكلمات على المديونية خصها توصل 60%، فاش تكلمات على البطالة خصها توصل لواحد، يعني كتنتظر أنه يكون واحد طموح كبير وتكون واحد الإجراءات عملية. طبعا ما كنقصش من الإجراءات الإيجابية هاد القانون المالية، كاينة إجراءات إيجابية في عدد من القطاعات، ولكن المشكل بلادنا اليوم ماشي هو مشكل الإجراءات، هو مشكل ديال نمروا لواحد المرحلة أخرى كما قال جلاله الملك. ايضا نعاود نتكلم عليه في واحد الخطاب في 2014، احنا في واحد الفيصل، يا اما بلادنا غاديه تمر البلدان الصاعده يعني وتستمر، يا اما غتبقى في واحد الاستمرار وغنوقعوا في واحد تيتسمى الفخ ديال الدول اللي عندها دخل يعني متوسط وغنبقاو فيها. يعني في 75 في السبعينات كنا بحال واحد العدد ديال الدول تقدمات. طبعا كما قال الاستاذ بوانو كاين التعليم هو الاساسي بالنسبه لنا في بلادنا، وجميع الدول اللي تقدمات بالتعليم وبالابتكار وبالتكنولوجيا الى غير ذلك. هذه ولكن ماشي فقط هي مشكله امكانيات، ولكن كيفاش هذيك السياسه العامه وكيفاش هذيك الامكانيات اللي كتوضع كتوصل وكتعطي اهداف وكتعطي نتائج. هذه المقاربه ديال النتائج هي اليوم اللي خصنا نديرو. كدار امكانيات كاين المشاريع، ولكن المواطن البسيط الطبقه المتوسطه الطبقه الفقيره ما عندهاش احساس بان كاين شي حاجه كتعمل. هذا هو كنظن المقاربه والمشكل من خصنا نعم. اذا ذكرتي مساله ديال التوقعات، يعني الملاحظون يعني يقولون بانه ككل مره تاتي الحكومه بقانون الماليه تكون توقعات يعني متفائله والامال عارضه، لكن مبنيه على فرضيات ربما قد تكون غير واقعيه او مبالغ فيها. هو اللي كنعتقد هو ان الى جينا نشوفوا هذا القانون المالي ديال سنه 2018، ربما صعيب نتحدثوا على واحد التفاؤل كبير. علاش؟ لان الحكومه كما قلت في الاول تعاطت بواحد الواقعيه والموضوعيه مع الامكانات ديال البلاد، وتؤسس العمل ديالها واحد السنه معينه. حنا مثلا في اتحاد الشراكه القوات الشعبيه في البرنامج ديالنا الانتخابي تحدثنا مثلا عن النسبه ديال النمو ديال 5.5% في افق سنه 2021. علاش؟ لاننا كنطلقوا من الواقع، من الاشكالات اللي كنعيشوها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، الظرفيه الدوليه، واحد المجموعه ديال الملاحظات. اليوم الحكومه جات بواحد التوقع ديال النمو ديال 3.2%. هذا ما يمكنناش نتحدثوا على واحد التفاؤل، هذا واحد العمل اللي هو موضوعي. وحنا كنشوفوا الان التوقعات ديال هذه السنه 2017، هذه السنه ديال الحلول، هذه السنه ديال 2017
الان كاين توقع لانها توصل 4.5%. دونك حنا الان كنتحدثوا على 3.2% انطلاقا من الظرفيه اللي كاينه، لان حنا كنعرفوا على مستوى الاقليمي التوترات اللي كاينه، التبعيه الطاقيه ديال المغرب، المناخ، لاننا الان الفرضيه كانت على انها احتمال انها تكون سنه جفاف، والحمد لله الان يعني بدات البوادر ديال الموسم الفلاحي ان شاء الله، الى استمرت الامطار وكانت يعني يعني انقاذ الموسم الفلاحي، يتم الانقاذ ديال الموسم الفلاحي، وهذا الشيء اثر بطبيعه الحال في النمو. اللي اساسي هو انه كاين واحد المجموعه ديال الاجراءات على المستوى الاجتماعي وكذلك على المستوى الاقتصادي من اجل تحسين المكتسبات اولا، وثانيا من اجل تحقيق واحد المجموعه ديال الاصلاحات اللي مرتبطه بهذه الجوانب، لان ما نساوش ان الحكومه خصصت واحد يعني تقريبا نصف ديال الميزانيه للقطاعات الاجتماعيه، علاش؟ لان الانتظارات ديال المواطنين انتظارات كبيره، وهذا الشيء ما كافيش بطبيعه الحال، ولكن انطلاقا من الامكانيات ديال البلاد خص تقام شي اشياء، حيت هو الاساس يكمن في ان هذه الامكانيات اللي عندنا كيف نتصرف فيها ونجعلها كتلامس جميع الشرائح ديال المجتمع المغربي، خاصه في هذا الجانب ديال الصحه والتعليم، لان الانتظارات ديال المواطنين كبيره في هذا الجانب. وكاين الجانب الاخر ديال التشغيل اللي دارت غادي نهضروا على التشغيل ندخلوا استاذ عبد الحق معنا، يعني انتم الاهتمام تركز بطبيعه الحال على اليد العامله اللي هو المواطن، كيفاش تتشوفوا بان هذا القانون الماليه يحمل اجوبه او اجابات على تطلعات وانتظارات اليد العامله؟ واولا اي قانون ماليه كيف ما كان شنو المرجو منه؟ وانه يجاوب على انتظارات المواطنين. قانون الماليه لسنه 2018 هو اول قانون ماليه ديال الحكومه الحاليه، جا من بعد كيف ما قال السي مكاوي من بعد خطاب ديال رئيس الدولة كيقول يجب أن نغير النموذج التنموي. ولا شيء تغير في القانون المالي اللي رغبة في تغيير النموذج التنموي. الانتظارات الشعبية والاحتجاجات اللي كانت على في طول المغرب وعرضه ما كانش نهائيا حتى شيء أثر لها في القانون المالي. ما وقع من أحداث في المغرب تؤكد بأنه خصنا نجاوبوا على انتظارات المواطنين. مع كامل الأسف القانون المالي الحالي توصف بأنه اجتماعي، ولكن ملي كنقراو في الأرقام ديال هذا القانون المالي ونبحثوا فيه كنلقاو ما كاينش هذا الجانب الاجتماعي، بالرغم من أنه تم الحديث عليه بزاف. تكلم وزير الماليه وتكلم سي بوانو على انه التعليم تعطاته والصحه تعطاتهم اولويه في هذا القانون الماليه. الاربعه د المليار اللي تزادت هي الا حسبنا راه لقاو هذوك 20,000 ديال المتعاقدين، بمعنى ما كاينش ما تعطاتش امكانات ماليه للنهوض بالتعليم، ولكن فقط للتوظيف بالتعاقد اللي كيدير الهشاشه في التعليم. ما كيديرش الاصلاح ديال التعليم، ولكن كيعمل يزيد يعمق المشاكل ديال التعليم. بالنسبه للتشغيل، تشغيل الوظيفه العموميه كاين 19,000 منصب هو نازل، ماشي غادي كيطلع. في السنه الماضيه كان حوالي 25,000 منصب شغل ونازل. الى شفناه من جانب اخر يقال قال لنا بانه هذا قانون ماليه اللي كيدعم القطاع الخاص وكيحفز الاستثمار باش يخلق التشغيل، ولكن الواقع حينما نلاحظ شحال ديال الامكانات اللي تعطات لهذا والاعفاءات الضريبيه اللي تعطات للقطاع الخاص ما عطاتش المرجو منها فيما يتعلق بالتشغيل. جانب اخر يتعلق بدعم الارامل والمليون محفظه وتيسير، هذا الشيء كله اللي يمكن نقولوا فيه نفس اجتماعي كله في حوالي 3 مليار ديال الدرهم. إلا خدينا إعفاء واحد من الإعفاءات اللي تعطات للقطاع الخاص كيمكن يوصل 3 مليار، بمعنى واحد العدد المواطنين، لأنه ملي كنتكلموا على رميد 11 مليون ديال الناس اللي عندهم بطاقة رميد، ماشي لأنهم كيستافدوا الرميد خالق الآن مشكل. ما كاينش الاعتمادات الماليه، ما الناس كيمشيو ل ل ل ل ل غادي نرجعوا مازال القطاع الصحه، لا لانه في الجانب الاجتماعي ديالو ما باينش. يعني راه عندنا الفقراء
ولكن اش كيتوجه لهم؟ يلاه 3 المليار من الميزانيه. غادي نرجعوا للتشغيل مع السي بوانو حيت توقف النقاش عند التشغيل. الان تيقول بان فور يعني معدل التشغيل غادي وتينقص. القطاع الخاص ما تعطاتش له يعني التحفيزات واخا تعطات، لكن القطاع الخاص تيقول بان غير كافيه ديما تيطمح. كيف يعني الملائمه بين اشكاليه التشغيل سواء في القطاع العام او كذلك الخاص اللي تيجي من خلال الاستثمار؟ مع احترامي للسي عبد الحق، هو غير خص تكون الامور واضحه. هو قال بانه التحفيزات اللي تعطات القطاع الخاص غير كافيه لامتصاص البطاله، ولكن ملي جي كيقارنها ماليا قال الاعفاء يساوي 3 المليار، في حين انه كاع دوك الاجراءات كلها ما وصلتش 3 المليار. خصنا غير حيت الاعفاءات ماشي كلها مرتبطه بالتشغيل. كاين طيب. اعفاءات ضريبيه وكاين تحفيزات على التشغيل. هذا طيب. هو اللي يعني. طيب الخطاب الملكي ما تكلمش طلب من الحكومه باش دير الدراسات تفكير في النموذج التنموي. الا من اكتوبر الخطاب ديال الافتتاح ديال جهه الملك كان في 13 اكتوبر والحكومه حطته نهار الجمعه المواليه 17 اكتوبر. ما يمكنش كنقولوا عدم الاستجابه. هذا ما غير خصنا نقراو الخطاب كما خصنا نقراو. تما ملي كنتكلموا على النموذج التنموي اش كنقصدوا؟ ولا ملي كنتكلموا على الدول الصاعده شنو هي المؤشرات باش نكونوا فيه؟ انا ذكرت وحده، هو تاهيل الموارد البشريه. هذه كل الدراسات متفقه عليها. طيب النموذج التنموي شنو هو؟ حنا كبلد القدرات ديالو محدوده، شنو مشينا كنديروا؟ النموذج التنموي ديالنا كنا بانينو على الطلب الداخلي، الرفع ديالو لا من خلال الاستثمار ولا من خلال حتى الرفع القدره الشرائيه، من خلال الزياده في بعض الاحيان للاجر. هادو اليوم بالفعل اقر الى جانب من يقر سواء في المعارضه او الاغلبيه بانه وصل للمحدوديه ديالو. اليوم بدات الارهاصات ديال التوجه نحو التصنيع، ما نساوهاش. هاد التصنيع لاول مره كنشوفوا بان قطاع ديال السيارات اللي كيصدر فات لو سي بي، هذا مهم بالنسبه الينا. هذا ايبوش في هاد يعني واحد البصيص بدا في هذا المجال. الدوله الحكومه جات كتعطي غير واحد الاجراء درناه، ما كيتكلموش عليه الناس بزاف في مجال التصنيع. حنا دخلنا واحد التعديل مهم جدا يتعلق بتخفيض كلفه الانتاج. منين جعلنا بان اي واحد اي معمل اي شركه اي مقاوله في اي جهه كانت انه من خلال الصندوق ديال تسريع التصنيع درنا انه غادي تخلص له الكلفه ديال النقل من والى الموانئ. بمعنى الدار البيضاء غتولي بحالك بحال مكناس، وغتولي الناس اللي حدا اكادير بحالهم بحال الرشيديه. بمعنى كنشجعوا التصنيع حتى داخل المناطق. هاد الاجراء بوحده مهم جدا، فضلا على انه الدوله والحكومه فيما يتعلق بالمقاولات الصغيره والمتوسطه. اليوم هاد ملي كنتكلموا على النموذج التنموي كنتكلموا سي مكاو يتكلم على الابتكار. جات الحكومه باجراءات مهمه تتعلق بالمقاولات المبتكره، المنشاه حديثا جابت اجراءات كثيره فيما يتعلق بالاعفاءات، لا على الضريبه على الدخل، لا على التكلفه الاجتماعيه اللي كتساهم فيها الدوله واللي رفعتها لواحد السقف مهم جدا بالنسبه الينا. هذا مهم كذلك بالنسبه للشركات، الضريبه على الشركات. اليوم الضريبه على الشركات كان هذه منذ زمان على الاقل 10 سنوات كنقول للحكومه، وكنا في المعارضه وكانت معنا ديك الساعه يعني بعض الاخوان كانوا هذيك الساعه في الاغلبيه كنقول لهم ودي غير هذاك النسب بعدا حدوها تكون واضحه بالنسبه للمستثمر وتكون تصاعديه وماشي نسبيه. اليوم كنتكلموا على انه 10% 20% 31%، اقل من 300,000 درهم 10% ومن 300,000 درهم مليون ديال الدرهم 20% واكثر من مليون ديال الدرهم. هذا بالنسبه للضريبه على الارباح. الى حققت الشركه ارباح، راه الشركات كلها ما تتحققش الضريبه على الشركات. بالنسبه لي هذا مهم. هذا ملي كيشوف المستثمر كتبان له الصوره واضحه. كذلك ملي كنتكلموا على الاستثمار، حنا اليوم هذا الارتفاع، حنا جينا راه كان العام فايت 63 مليار ديال الدرهم، اليوم 68 مليار ديال الدرهم. هذا غير في الميزانيه العامه. اما لخدينا كاع المقاولات والمؤسسات العموميه 195 مليار ديال الدرهم، معناه انه زايد. ما معنى صحيح واكد بانه الاثر ديالو لا على النمو ولا على التشغيل لا زال محدودا، ولكن الدوله لان هذوك الاستثمارات شنو هي في نهايه المطاف؟ هي الطرق، هي الموانئ، هي البنيات التحتيه. ملي كنتكلموا على الاحتجاجات، احتجاجات في غالب الاحيان ثلاثه الامور. اولا كاين عندها علاقه بالبنيات التحتيه، الناس من حقهم يحتجوا، هذا حق دستوري، كيحتجوا على التشغيل وكيتحتجوا على الخدمات.
هادو ثلاثة ديال الأمور فيما يتعلق بالخدمات هاته الحكومة، والحكومة السابقة درت إجراءات فيما يتعلق بالحكمة. سمكاوي بخصوص الاستثمار، يعني أنه القطاع الخاص يعول عليه، ولكن هو سي بوانو تحدث أيضا تاع الاستثمار العمومي اللي مفروض أنه ينشط العجلة ديال الاستثمار. دابا هذا الشيء باش تكلمت في الأول، نبقاو نتكلموا على النموذج التنموي، الاستثمار العمومي من المفروض أنه يوفر ظروف للقطاع الخاص يشتغل. نعم. يعني الدولة كتستثمر باش القطاع الخاص حتى هو كيستثمر وكيشغل، وهذا الشيء ما بقاش كاين في بلادنا قليل. كان عندنا واحد الاستثمار 1% إلا زدتيه كيزيد لك 1% ديال 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 الدخل القومي. دابا خصك تزيد 7% في الاستثمار باش يلاه تربح 1% في الدخل القومي. داك 1% اللي كتربح قبل كان كيشغل 1% كيشغل 30,000، تيخلق 30,000 منصب شغل، دابا كيخلق يلاه 12,000 منصب. يعني مشكل الاستثمار هو انه ما كيستاجبش واحد المعايير ديال الاولويات وكيمشي في الاتجاه اللي كيخلق التنميه في بلادنا. ثم بعلاقه مع الاستثمار عندنا مشكل ديال الفوارق المجاليه في بلادنا كبيره. عندنا ربعات الجهات كنتكلم عليهم، يعني عندنا الجهه ديال درعا تافيلات، الجهه ديال بني من الخنيفره، الجهه ديال الشرق، الجهه ديال سوسماسه. هادو جهات يعني على المستوى ديال حتى ديال المؤشرات ديال التنميه هما الاخرين في بلادنا. فاش كتجي تشوف الاستثمار هما الاخرين عاود في الاستثمار، لا الميزانيه العامه لا سميتها المؤسسات العموميه والمقاولات العموميه. يعني هو استثمار كاين ما كيمشيش في واحد الاتجاه اللي كيخلق تنميه. الى هذه المناطق وهذه الجهات ما خلقناش فيهم حتى هما تنميه وعندهم امكانيات، امكانيات السياحه، امكانيات الفلاحه، امكانيات التصنيع، حتى هما كاين امكانيات اخرى. الا ما عملتيش غادي تبقى غادي بواحد المغرب غير متوازن، وهذاك المغرب غير متوازن هو كيخلق مشاكل. العالم القروي تيمشيو الناس للمدن، هاد المناطق هادو كيمشيو للجهه الدار البيضاء وداير الى غير ذلك، كتخلق مشاكل ديال التعليم، مشاكل الصحه، مشاكل التشغيل. يعني كاين واحد التوازنات كبرى خصنا نردوا لها البال في بلادنا. لا تكلم سي بوانو على المقاولات الصغرى والمتوسطه، عندنا كثره ديال البرامج ديال المقاولات الصغرى والمتوسطه، وكيفاش كتمشي هذا المقاول الصغير المتوسط وتتكلم عليه؟ اول مشكل عنده هو التمويل. اولا ما عندوش التمويل، مشي للبنكه باش ياخذ التمويل ما خصو ضمانات اللي ما عندوش. ثانيا واحد العدد ديالهم كيشتغلوا مع الشركات الكبرى ما كتخلصهمش، ما كتاديش لهم المستحقات ديالهم، لان الدوله احيانا هي ما كتعطيهاش المستحقات، وكتولي المقاوله الصغرى والمتوسطه بحال البنكه ديال الدوله. وكتموت. عدد الوفيات في الشركة المتوسطة والصغرى كثيرة جدا من غير أنهم عندهم منافسة غير شريفة من القطاع الغير المهيكل. ها هما بعض الجوانب والإشكاليات اللي خاص الحكومة، لأن الحكومة هي اللي عندها الإمكانية أنها تخدم على هذا الشيء. تبان ماشي فقط بإجراءات، كاينة إجراءات إيجابية تكلم عليها وانو كاينة في قانون، وواحد العدد منها هي استمرارية لعدد ديال المشاريع وعدد القطاعية اللي بدات ماشي في هذه الحكومة، ماشي اللي قبل منها بدات في الحكومة الأستاذ عباس الفاسي، يعني مهيكلة وكبرى وكاينة استمرارية ديالها. ولكن اليوم وصلنا القناعة عند الجميع بأن هذا الشيء ما بقاش خدام، خصنا ندوزو شي مرحلة أخرى، نبتكروا إمكانيات أخرى ونمشيو للمناطق اللي عندنا فيها الإشكالية. هذا الشيء ديال المقاولات الصغرى المتوسطة، التنافسية، المقاربة المجالية، الجهوية. الجهوية اليوم خصها تلعب الدور ديالها. لا يكفي أنه نضيفوا فعلا وصلنا ل 4% من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على الشركات بدات كتمشي للجهات، ولكن خصنا آليات باش نتبعوا التنزيل ديال ديك الجهوية. ملي ذكرتي الجهوية يعني نطرحوا السؤال مع سي شقران على يعني انه من بين الأهداف او الأولويات في القانون المالية هو انه تعزيز وتدعيم الجهوية المتقدمة. الى اي حد يعني يحمل هذا القانون المالية 2018 الإجابات على هذا الهدف اللي هو أساسي وورش استراتيجي كبير بالنسبة للمغرب؟ واسمح لي بداية نرجع نعم موضوع ديال النموذج التنموي الجديد. هذا النموذج التنموي الجديد راه ما يجيش بجرة قلم، الامر يتعلق بمشروع مجتمعي. حنا الان نتحدث عن نموذج تنموي على ان البلاد ديالنا عرفت في هاد العقدين الاخيرين واحد المجموعه ديال المشاريع المهيكله الكبرى اللي ما انعكستش بشكل ايجابي على الجانب الاجتماعي، وظلت الفوارق الاجتماعية يعني تسعت أكثر فأكثر. وبالتالي يجب التفكير، يجب أولا القيام بقراءة نقدية موضوعية لما تم القيام به، واستثمار التراكمات
باش اننا نتحدثوا على مشروع تنموي، لان هذا المشروع التنموي الجديد راه خصو يجي مع الوقت، خصو مرتبط باصلاحات، اصلاحات سياسيه اقتصاديه واجتماعيه، مرتبط بالتفعيل ديال المبدا ديال المسؤوليه والمحاسبه بشكل واضح، مرتبط بمراقبه ديال اوجه صرف المال العام، المراقبه ديال الصفقات العموميه واحترام دفاتر التحملات، مجموعه هذه الجوانب. الان الحكومه هذا الجانب ديال تقليص الفوارق الاجتماعيه راه حاضر، وكذلك تقليص الفوارق المجاليه، لان من بين الاشكالات اللي مطروحه بالفعل، وهذه راه حنا طرحناها في المناقشه ديال البرنامج الحكومي، على ان الفوارق المجاليه، على ان هناك جهات تستفيد وجهات لا تستفيد. هناك المواطن اللي بغى يتعالج مثلا خصو يطلع من 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 من, من, من مجموعه الاقاليم، خصو يجي للمركز، خصو يجي للرباط ولا الدار البيضاء. طبيعه الحال هذا الشيء الحكومه واخذه في الاعتبار، وكاغلبيه حكوميه يعني واخذينها في عين الاعتبار من اجل تقليص هذه الفوارق. هنا كيجي المساله ديال الجهويه والدور ديال الجهويه في اننا نتغلبوا واحد المجموعه ديال العوائق اللي كتعرفها واحد المجموعه ديال الجهات، وهذا الشيء حاضر عند الحكومه، حاضر من ناحيه ديال الدعم المالي اللي تعطى للجهات، من ناحيه ديال الامكانات اللي تعطات للمجالس الجهويه، اللي مفروض على ان المنتخبين خصهم يلعبوا الدور ديالهم، وخصهم هما كذلك يجتهدوا كيفاش انهم يستثمروا الامكانات اللي عندهم في الجهات ديالهم، من اجل كذلك هما جلب الاستثمارات، من اجل خلق فرص الشغل على المستوى الجهوي. يعني هو واحد العمل متكامل. اليوم اعتقد على ان المشروع التنموي اللي جاي المقبل اللي خصنا نفكروا فيه جميع، خصو يجعل على ان الادوار تتكامل بين جميع الفاعلين داخل المجتمع، وحتى المواطن يجب ان يتحمل مسؤوليته في هذا الجانب، لانه هو كذلك لديه اختيارات، وتهو راه من خلال اختيارات ديالو يوجه السياسات العموميه، وبالتالي هذا امر اساسي اللي خص يعني ما تخدش الامور في الان في الظرفيه الراهنه، ما بقاش يكفي على انه الكلام، الان يجب ان يكون هناك عمل، وان هناك برامج وفق استراتيجيات، حتى الدستور في الماده 49 كيتكلم على السياسات العموميه، السياسات ديال الدوله، ولا ضرورة وضع استراتيجيات من هذه السياسات، بمعنى أننا يجب أن نذهب بأهداف واضحة، لكي يتم الأمر كذلك راه خص واحد شوية ديال التفكير، خصنا نشدوا هذا، ويجب في نفس الوقت، لأن ما يمكنش الإنسان يجلس كيفكر ويطرح بدائل، ولكن يجب أن ننطلق من الواقع الذي نعيش فيه اليوم، لأن البلاد بغينا ولا كرهنا كتعاني واحد المجموعة ديال الإشكالات، خاصة على الجانب الاجتماعي. أكبر مشكل عندنا اليوم في المغرب هو أن هذه الفوارق الاجتماعية اللي اتسعت في واحد الفتره معينه، يجب التفكير في الضروره ديال التقليص ديالها، باش ان المواطن، لان ثقه المواطن في مستقبله في البلاد ديالو تدفع حتى المستثمر، لان المستثمر ملي يجي يستثمر في المغرب ما يجيش حبا في المغرب، يجي دفاعا عن مصالحه، ويجب ان يجد اجواء يعني تسمح له بهذه الاستثمارات. استاذ الحق تحدثتي على يعني مشاكل الطبقه الشغيله، شنو يعني كان منتظر انه قانون الماليه يحمل من يعني كحلول التشخيص اللي درتي في التدخل الصالح؟ طبيعة الحال احنا كنا ننتظر من الحكومة انها في قانون المالية ديال 2018 على انها قبل ما تعد قانون المالية تعمل اجتماع مع النقابات الممثلين ديال الطبقة العاملة كيف ما عملته مع الباترونة، وجابت اجراءات لفائدة الباترونة، لكن اللقاء اللي تعمل مع النقابات تعمل باش يقولوا لهم الوضعية صعيبة، وانه ما كاينش لا زيادة في الاجور، لا إعفاءات ضريبية على الضريبة على الدخل بالخصوص، ولا تشغيل، ولا حتى شي حاجة. بمعنى ملي يكون تعطي إعفاءات للقطاع الخاص مزيان، إلا غيدير تشغيل مزيان نعطيه إعفاءات، ولكن الواقع هو أنه هذيك الإعفاءات اللي كتعطاه ما كيديرش التشغيل. الواقع اللي كاين شنو هو؟ هو أنه القطاع الخاص الآن كيساهم في التشريد، هو كيزيد العطالة، كيساهم في تشغيل العمال، ولكن التحفيزات مرتبطه بالتشغيل، هي ما يمكنش يستعملها شي استعمال اخر، لان اساسا تعطات له باش يشغل. الواقع انه الان هناك تحفيزات اللي كتشجع الشركات على انها تسرح العمال باش تبدا بعمال جدد، لانه دابا في هذا القانون الماليه جابوا بعلنا انه الشركات اللي غتشغل 10 ديال العمال عندها الاعفاء من الضريبه على الدخل، وعندها والدوله غتحمل التحملات الاجتماعيه. شنو غادي يعمل اللي عنده شركه؟ كيسرح العمال اللي عنده باش يبدا عاود ب 10 باش ياخذ هذه الاعفاءات. اكثر من هذا اكثر من هذا ماشي سهل، على قانون الشغل هما في مكناس 660 عامل وعامله مشردين، جا رب المعمل وسد المعمل
وقال لهم الله يعاونكم والاجور ما تخلصوش. ها هما في اكادير 540 عامل وعامله ديال الضحى، وهذوك العمال ديال الضحى وحده فيهم اللي تطردات من تما، بدون ملي تطردات تما مشات للصويره في نواحي الصويره، وشنو من بعد ما لقي ما تاكل. كانت ضمن الضحى 15 امراه بالمناسبة أقدم تعازي لجميع عائلات هؤلاء الضحايا، وأقدم تعازي لجميع عمال وعاملات الضحى، لأن واحدة منهم فاطمة النجار توفيت. هذه عاملة، هذه عاملة سي عبد الرحمن، هذه عاملة الشركات وراها حنا غنعرف، هذه عاملة اللي كانت خدامة تم طردوها لأنها طالبات بالقانون، تطبيق القانون. وهذو شركات كبار اللي كنتكلم لك عليهم، لا في مكناس ولا في أكادير، يعني شركات كبار. وتطردات العاملة مشات لأن ما عندها ما تأكل، مشات تجيب حفنة ديال الدقيق كانت ضمن الضحايا. بالإضافة لهذا الشيء، فما جاء في قانون المالية كان المفروض أنه من 2011 ما كاينين زيادة في الأجور لصالح الموظفين. الأستاذ بن كيران في الحكومة السابقة كان واعد بأنه في 2016 غيدير زيادة في الأجور، ما كانش نهائيا، بل العكس هو الذي وقع، هو أن هناك تقليص من الأجور، لأنه تم تطبيق قانون ديال الإصلاح، ما سمي بإصلاح التقاعد. الآن الموظفون في يناير غادي يكون عندهم اقتطاع واحد آخر، بمعنى الحكومة ما جابتش أي إجراء لفائدة الطبقة العاملة أو لفائدة الأجراء أو لفائدة غير المواطنين العاديين. ما كاينش منذ الاستقلال اللي كاين اختيار دارته الدولة هو أنها كتدعم القطاع الخاص باش يشغل. لحد الساعة القطاع الخاص مخضاش هذيك البادرة باش يشغل، والواقع شنا هو؟ هو إغناء الغني وإفقار الفقير. والواقع اللي كيعيشوه الان المواطنون في واحد العدد ديال الجهات كياكد على هذا الشيء، واخا نعياو، لانه المواطنين في نهايته ملي غنتكلموا لهم على نسبه النمو 3.2 او نسبه العجز، هما ما كيفهموا والو في داك الشيء. اللي كيفهموا هو الا مشى الى مرضه ومشى للسبيطار يلقى الخدمات. ملي كيمشيو الان المواطنين للسبيطار ما كاينش الخدمات الصحيه. الا بغى يقري ولده كيخصو يدير مدرسه عموميه، ما كاينش الان. اغلبيه الموظفين واغلبيه الاجراء كيديو ولادهم للقطاع الخاص، وهو كيخلص الضرائب للدوله، ضريبه على الدخل كيخلصها للدوله، وكيخلص ضرائب اخرى على القيمه المضافه وعده ضرائب، ولكن ملي كيمشي للخدمات الاجتماعيه ما كاينش. الاغلبيه ديال المواطنين المغاربه الان كيمشيو للقطاع الخاص، على الرغم من انه التعليم في القطاع الخاص ماشي داك التعليم اللي كانت منه، ولكن الواقع ديال التعليم العمومي هو اللي كيدفع الناس اللي كيمشيو ليه. دابا هو اللي ما قدرش، وحتى اللي ما قدرش كيعمل مجهود باش يدي ولادو باش يقريهم، لانه باغي لهم تعليم مزيان. الله، شنو تترد على هذا الشيء؟ علاش يعني مشروع القانون الماليه وقانون الماليه اللي تصدق عليه لم يحمل الاجابات اللي تتحدث عليها السابقه؟ ربما غير ما قلبناش مزيان. لا، وهو تيذكر مثلا امثله واقعيه، يعني تيقول بانه يعني بمختصر المفيد هو ان المواطن ما تتبانش، يعني حنا تنهضروا ارقام وتنهضروا معطيات. لا، قال شي حوايج خصهم التدقيق. باش ما نقولش كلام اخر، فيما يتعلق بالعقد ديال تحفيز التشغيل، هي عقده ممتده وغير محدده في الزمن، ورفضنا رفضا باتا اي تعديل يطرأوا عليها. ما يمكنش شي واحد غادي يستافد من هذوك الدعم اللي كتعطي الحكومه، التحفيزات الضريبيه، وغادي يخدم مع واحد لمده معينه. هذا رفضناه وكاينه في القانون. فاذا هذه لا، هو تيقول غيخدم واحد وغيجري على 10، ما غيمكنش يجري عليه، حيت هذوك اللي على هذاك غيجري على اللي عنده باش يدير مقاوله على اخرى ويدخلنا جداد. دابا حنايا كنهضروا على المقاولات المحدثه اولا ابتداء 2018 ورديناها حتى 2015. نعم. إذا من 2015 حتى 2022 هادو كلهم ما غيمكنش يجري على، حيت هادو تحفيزات مهمة. إذا جا إذا هذاك اللي كان عنده كان غير دائم، كان مؤقت. اليوم كان الزبو خصو يكون دائم، هذا اللي يخدمو خصو يكون دائم. فيما يتعلق وانا راه جاو لعندك هذوك العمال ديال المكناس، أما أنا علي مالهضر، واش هذوك عمال غير دائمين؟ هذوك عمال رسميين. لا، طيب، هذيك غير فيما يتعلق بالتسريح وهذا الشيء ديال المكناس و 600 عاملة، بالفعل حنا كنتبعوا هذا الشيء، وأنت كتعرف بأن اليوم كانت اللجنة الوطنية للمصالحة. اليوم كانت اللجنة الوطنية، بمعنى أن جميع المسؤولين
واخا انا كرئيس جماعه ما عندي غرض، ما عنديش زعما يعني اختصاص ديال التدخل، ودخلنا السلطه المحليه دخلت باش تلقى حل. الحل غيكون ان شاء الله لتلك العاملات، لانه هذاك الشيء اللي كيطالبوا حقهم ومعقول، وكنظن حتى رب العمل الان سيستجيب. هو ماشي ضد بعد كونه غيتسد ولا شيء الى غير ذلك، هو اللي دفعوا انه يغلق المحل. لا كاين ظروف خاصه كنظن غادي نتجاوزوها باش خلي الامل. هذوك ان شاء الله غادي يرجعوا للعمل وغيتخلصوا في الشهرين ديالهم الى غير ذلك. واليوم كانت اللجنه الوطنيه ديال المصالحه، كنظن هذاك الشيء في طريقه الى الحل ان شاء الله. فيما يتعلق بما اثير في الفوارق المجاليه وذكرت الاستثمارات، حنا لزمنا الحكومه باش تجيب لنا استثمارات جهويه، تقارير باش كيبان لنا، باش عرفنا حنا درعا والسوس والشرق بانهم استثمارات ضعيفه. لان لزمنا الحكومه طبقا للقانون التنظيمي، قلنا خصها تجيب لنا استثمارات حسب الجهات، ومني جابتها بانت بالفوارق. ومني بانت الفوارق، اهم ثاني مشكل كان عندنا هو ما عندناش التقائيه، ما عندناش اندماج السياسات العموميه. الخطاب ديال جلاله الملك فيما يتعلق بالصندوق ديال التنميه، عموما التنميه حنا الفوارق المجاليه والقرويه، هذاك الصندوق ديال 50 مليار اليوم منه تخصصت في الالتزام ديال 2018 4.5 مليار ديال الدرهم. انا كنظن هذا مهم جدا بالنسبه الينا، صحيح ما غيحلش بالفوارق كلها ولكن كيساهم. ملي كنتكلموا على الفوارق اليوم حين تنطلق ربعه هذه الموانئ دفعه واحده، ما عمرها كانت، هادو بنيات مهمه راه غيشغلوا. ملي كنشوفوا اليوم ماشي فك العزله ولكن كنتكلموا على الاقاليم الجنوبيه ديالنا، 77 مليار ديال الدرهم تخصصت منها 8.5 مليار ديال هذا مهم. كنتكلموا على الطريق يعني السريعه ما بين او طريق سيار ما بين تيزنيت الى الداخل انطلق. فاذا ولكن باقي اشكالات حقيقيه عندنا في الجبال، عندنا في بني ملال، وعندنا في الاطلس، وعندنا في الرشيديه، وعندنا في الشرق، وعندنا في الشمال، باقين اشكالات. هاد الاشكالات باش غنتغلبوا عليهم؟ غنتغلبوا عليهم يعني الدستور حتى هو جا كي على جهه الجوانب بالصناديق. عندنا جوج الصناديق مهمين، الصندوق ديال التضامن بين الجهات، واللي اليوم حنا كفريق، وخليني نقول بان هذه الحكومه حكومه اغلبيه، صحيح كيرأسها العداله والتنميه، عندها برنامج ديال الاغلبيه، ولكن حنا كاملين درنا برنامج حكومي كنقولوا هذاك كل خصو يطبق فيه واحد النفس ديال الاستمراريه ديال الحكومه السابقه. نعم، ولكن اليوم كنقولوا اودي راه باقي كاين اشكال حقيقي ديال هذا الصندوق. عمرنا حنا اللي اقترحنا كاغلبيه، وهذا الصندوق فعلنا الصندوق ديال التضامن بين الجهات، الصندوق ديال التاهيل الاجتماعي، هذا مهم جدا حين سيفعل. ماشي بحال اللي مشى البعض كيقول اودي هذا يجب ان يحذف، كي غادي نحذفه من الدستور، ثم حتى الطعن الدستوري، والمحكمه لا تصدر، المحكمه الدستوريه لا تصدر امرا للاداره باش تقول لا حذفيه ولا ما تحذفيه. فلذلك هذا صندوق مهم جدا، التفعيل ديالو سيحد من هذه الفوارق. واظن بانه التقرير ديال سي عزيمان حول الجهويه، واللي كان هو اللي جاب لنا هذه الخلاصات اللي كنتكلموا عليها ديال النسب ديال التنميه في كل جهه. هاد الفوارق الاجتماعيه اليوم كاينه اجراءات يعني في البدايه ديالها، وباقي الاكراهات اللي هي مصاحبه. فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، انا اظن بانه اهم شيء هو خصو يتماسس. منين تماسس؟ ربما الوقت ما كانش كافي، لانه تشكلت الحكومه في يعني في شهر 4، يعني موراها جا القانون الماليه، موراها جا القانون الماليه الاخر الى غير ذلك، الاحداث ديال الحسيمه. كنظن كاين الجو العام اللي ربما ما سمحش. اما انا مع ان الحكومه يجب ان تجلس في حوار مؤسساتي كما كانت كدير ثلاثه ديال منو ديال شو تنبير خصو يدار، ويدار فيه اجراءات تتعلق بقانون المالي. الحكومه بادرات والنتائج ما بانش، كنظن انها خصها تبان قبل فتح مي. لان كنت تتحدث على الجهويه، الان تتحدث على الصندوق اللي حد من هذه الفوارق. تنعرفوا بان الان الجهويه المتقدمه ورش يعني استراتيجي كبير بالنسبه للمغرب، لكن عندما نتحدث عن الجهويه تتبان بان كاين اكراهات، كاين هناك بطء في التنزيل في التنفيذ. رؤساء الجهات نيابه عن الجهات كاملين تيتشكاو من ان الحكومه ما تتفاعلش مع هذا الورش كما ينبغي. شنو الراي ديالك؟ لا، قبل ما نتكلم على الجهات بغيت نرجع لهذه الامور المتعلقه بالحوار الاجتماعي. وفعلا في النقاش اللي كان على مشروع قانون الماليه
وكنتكلم على الفريق الاستقلالي الوحده والتعادليه، جبنا واحد المجموعه ديال التعديلات واجراءات كتصب فيما هو اجتماعي، فيما هو طبقه متوسطه، فيما الامور تتعلق بالحوار الاجتماعي. تكلم السي حسان على الطبقه الوسطى اللي كترسل ولادها للتعليم الخاص واللي كتخلص الضرائب، كانت تعديلات باش يمكن تستافد هي من بعض الارجاعات ديال الضرائب، كانت اقتراحات فيما يخص الضريبه على الدخل. كاين واحد المجموعه ديال الاقتراحات، ولكن الحكومه جابت بانها غادي تتكلم على هذا الشيء فاش غيوصل الوقت ديال الحوار الاجتماعي. كنتمنى انها تكون جاده في هذا الكلام ديالها، وانه يكون فعلا حوار اجتماعي مؤسس اللي يرد الاعتبار للطبقه الشغيله. وبعلاقتي مع الحوار الاجتماعي اتحدث ايضا عن الحمايه الاجتماعيه. طبعا الحكومه اللي قبلت الحكومه السابقه بدات كتشتغل على التغطيه الصحيه مثلا بالنسبه للمستقلين واصحاب المهن الحره. الحكومه هذه اللي فاتت دوزت 5 سنوات حتى النهايه ديال الفتره ديالها الانتدابيه، عاد جابت واحد المشروع قانون، دابا هو داز في البداية ديال هذه السنة. كنا ننتظر أنه شي طريقة من طرق يتم إسراع وتسريع هذه العملية، لأن الناس المواطنين كتسناو. لأن بحال علاش ننتظر سنة ونصف مجلس مستشاري؟ شكون هو؟ هذا القانون ديالنا. يعني يمكن نتكلموا بزاف عليه، لأن كانوا جوج القوانين هما، كاين واحد يتعلق بالتغطية الصحية وواحد كيتعلق بالتقاعد، كان خصهم يتجمعوا وما تفرقوا. وتخلقت اشكاليه في التعامل مع هاد المشاريع قوانين. على كل حال هما خرجوا من مجلس المستشارين وخرجوا من مجلس النواب، خاصهم الان التفعيل ديالهم والناس تبدا تستافد من هذا الشيء بسرعه، لان هذه هي الاساس. فاش تكلموا على الصحه خاص الانسان فاش يمشي يداوى ما خصوش يخلص، ما خصوش يطلبوا له يخلص، خصو يكون شي تامين في شي بلاصه اللي غيتكلف به. ماشي ضمانه، خصو يكون التامين كاين، يا اما راه في القطاع الخاص يا اما في القطاع العمومي يا اما مستقل. فاش كتمشي للسبيطار ديال الدوله ولا القطاع الخاص ما خاصش يطلب منك انك تأدي، خصك تعالج بعدا، عاد كاين التأمين اللي خصو يؤدي. هذه اساسيه في بلادنا، اللي ما بديناش بهذه وخدمنا عليها هذه هي الاولويه بالنسبه لي، ماشي نوضع امكانيات في القطاع، مهم ولكن اهم منها هي تكون التغطيه الصحيه. بالنسبه للجهويه الان دابا الجهات التنزيل ديال الجهات كيتطلب واحد المجموعه ديال الامور. راه عندنا جهات مشات بعيد وكتقدم وكتشتغل وعندها امكانيات، وجهات اخرى متراجعه اللور. غيوقع لنا بحال اللي واقع بيننا وبين البلدان الصاعده او المتقدمه، غادي يبدا داك الفرق غادي وكيوسع. غادي تلقى بعض الجهات اللي كتعرف تشغل الامكانيات وكتستافد لانها دار البيضاء وغتزيد تقدم، وغتلقى جهات اخرى حاصله ما عارفاش تختار الاولويات ديالها وبعلاقه مع الجهه. ناخذ لك الجهه ديال بني ملال الخنيفره كمثال، وجهه ديال درعته في لاد، هادو جهات وخا فاس مكناس وفاس مكناس لا فاس مكناس لا نقول لك علاش غتعرف علاش. هادو الجهات يعملوا اللي بغاو يعملوا في الاولويات ديالهم. الى جهه ما وضعاتش في الاولويه ديالها بان خصها مركز استشفائي جامعي في الجهه، انا بالنسبه لي هذاك البرنامج ديالها غير ما عنده حتى شي معنى، لان المركز الاستشفائي الجامعي في الجهه هو اللي غيحل الاعداد ديال الاشكاليات. غادي يكون الاطباء في ديك الجهه، وغادي تكون واحد الحركيه حتى اقتصاديه، وغيداوي الناس، وغادي يستقروا الناس تما، وما غيضطرش واحد السيد ينتقل ويتنقل لجهات اخرى. على الاقل تكون واحد الاكتفاء ذاتي جهوي. الا ما لقيتش في البرنامج ديال شي جهه في الاولويه ديالو كاين مركز استشفائي جامعي وكليه الطب، هذا تطرح الاشكاليه ديال الاولويات. الجهات خاصها كنظن في الحكومه خاص تكون واحد الاليه لتتبع تنفيذ هذه الجهويه الموسعه، باش تكون واحد، لان الدوله ماشي تعطي الجهات الامكانيات وصافي، خاصها تكون كتعطيهم الكونسي يعني كتنصحهم وتكون كتدعمهم وكتعاونهم باش يتحطوا الاولويات اللي محتاج ليها المواطن في هذيك الجهه، اللي غادي تطور الاقتصاد ديال الجهه، اللي غتطور الامور الاجتماعيه في الجهه، البنيه التحتيه، الاستفاده من الامكانيات اما الطبيعيه اما الامكانيات الجغرافيه اللي كاينه عندك الجهه. اذا كاين واحد العمل. اذا سمحتي نسول الصندوق علاش دخل فاس مكناس في الجهات المهمشه؟ كاين قطبين مدينه فاس ومكناس، شنو المشكل في الجهه؟ حنا ملي كنشوفوا نسب ديال الهشاشه ونسب ديال الفقر، باقي الجهه ديالنا داكشي اللي خداتو جهات اخرى ما خداتوش جهات فاس مكناس. وعلى ذكر هذا المركز الجامعي، راه في القانون المالي ديال 2016 تفتح السطر، والسيد داودي الله يذكره بخير يعني دار مجهودات كبيره باش يخرج مركز جامعي في بني ملال. ما كاينش
غادي يرجع ان شاء الله كيفاش. لا ما خصوش كاع يزول، كخصو يبقى ويتير. لا دابا ما قلتش زال، انا ما قلتش زال. لا ما كاينش دابا غير مبرمج. دابا خوا ما كاينش على كل حال. الارض موجوده، الارض موجوده، والمشروع جاوبني عليه الوزير السابق في الصحه وقال لي احنا مليار ونص وتكلفه كبيره باش نديروا مركز استشفائي جامعي. ما يمكنش، هو الاولويه. لا دابا شوف انا التكلفه ما غاديش ندخل فيها. فاس مكناس؟ لا فاس مكناس، لا فاس مكناس، لان حتى هي لحد الساعه الدعم اللي خداته عدد من الجهات اللي كنتكلموا على سواء في الوسط ولا في الشمال ولا حتى في الشرق ولا حتى في الجنوب، ما خداتوش جهات فاس مكناس للاسف الشديد. دابا غير في التقرير ديال عزيمان 5.3 مليار ديال الدرهم اللي كانت كتلقى مكناس سافيلات، نفس النسبه اللي كانت كتلقى فاس بولمان. واش بهذه غادي تنمى؟ اليوم كاين هذاك التوزيع ديال الصندوق ديال من الطيفيه ومن الضريبه على الضخم، الضريبه على الشركات، ولكن لحد الساعه كما انا كنلتحق بالسي المكاوي فيما يتعلق بالتفعيل، التفعيل ماشي فقط هو امكانات، هو مواكبه، هو دعم. ونذكر جوج، نذكر جوج اللي خصهم الموارد البشريه. واش هاد الجهات باش غتمشى؟ صحيح عملنا لا وكاله تنفيذ المشاريع، ولكن لحد الساعه فين هما الموارد البشريه ديالها؟ فين هما الموارد الدوله كي خصها تتحمل المسؤوليه وتدير واحد النوع من التحريك ديال الاطر من المركز الى جوج جهات. ثانيا قطبين حضاريين عندهم مطارات، كاين يعني مؤهلات ديالهم. ماشي مطار واحد بصح كاين مطارين. دابا كنتكلموا على السياحه، عندهم مؤهلات ماشي بحال طيب ياك فيما بغيتي نتكلموا تكلموا على السياحه. عندنا المؤهلات اللي ما كايناش في مدينه اخرى بلا ما نسميها، لكن تعطى العنايه من طرف جهات معينه لهذيك الجهه ولا تعطى لجهات فاس مكناس للاسف الشديد. هذا كنقوله بمراره. الاستثمارات ملي كنتكلموا سواء على الـ على الـ على الـ على الطرق، على الطرق السياره او على فك العزله، حتى ما بين بني ملال وخنيفره ومكناس فاس او مكناس فاس في اتجاه طنجه، حنا ما عندناش طريق سيار، خصنا نمشيو حتى لقنيطره باش نطلعوا لدونجيماد. هذا المصنع اللي غادي يجي كيفاش بغيتي يمشي؟ خصو يمشي اما للدار البيضاء واما لقنيطره واما لطنجه واما الناظور. هادو بجوج ما عندناش طريق سيار مباشر له. نعم، نرجع لك. كمل سي، كملتي؟ لا بغينا نتكلموا مع سي. لا بالنسبه لهذا واخا تاين سال محيط باش تشاركوا معنا المسؤولين بزاف. هذا النقاش اللي دار الان هو راه حتى داخل الجهات هناك اقاليم محظوظه واقاليم اللي وهذه اشكال مطروح. كتحدثوا الان على القطبين، على فاس مكناس مثلا، راه الاشكال اللي كاين هو انه كتلقى داخل جهه كيتم الاهتمام بواحد المدينه معينه وتنسى باقي المدن وباقي يعني القرى، وهذا الاشكال كيطرح نفسه حتى في الجانب السياسي، لانه خصو يدار عمل في هذا الجانب، وكيطرح نفسه على المستوى الاجتماعي. حنا كنلقاو مثلا الجهه ديال طنجه تطوان، حنا كنشوفوا الان طنجه يعني تبارك الله يعني دارت فيها واحد المجموعه ديال المشاريع الضخمه اللي بدلت المدينه، ولات كتستقطب يعني بشكل كبير، لا الاستثمارات ولا من الناحيه السياحيه. في المقابل مثلا كنرجعوا للاقليم ديال وزان، كنلقاو مثلا امراض بسيطه خصو ينتقل للشاون، من الشاون يصيفطوا لتطوان، من تطوان عادي يلوحوا الرباط، بمعنى ان واحد المدن المتوسطه والصغيره كتسدهب دائما ضحيه داخل الجهات ديال المدن الكبرى اللي كتخص الاعتمادات كبيره. وهذا جانب وجب كذلك الانتباه اليه، واعتقد على ان الحكومه وضعه، لان هذه النقطه هذه سبقنا تطرقنا لها داخل الاغلبيه، وعلى انه كاينه هذا تقليص الفوارق المجاليه حتى فيما يتعلق بالقرى والمناطق الجبليه، موضوع بعين الاعتبار خاصه في هذا الجانب الاجتماعي اللي مرتبط كذلك اساسا بالقطاع ديال الصحه، بما تطرحه يعني من معاناه حقيقيه للمواطنات والمواطنين، لانه في الغالب يعني كاين بعض يعني بعض الضحايا يسقطون فقط لبعد المسافه الزمنيه اللي باش انهم يتوجهوا للمستشفى. نقطه اخرى تمت الاشاره اليها المتعلقه بالحوار الاجتماعي. الحوار الاجتماعي يعني الى جينا نذكروا مثلا حنا كحزب يعني في معية الإخوة في الأغلبية طرحنا هذه المسألة هي كذلك كأولوية، على أنه الحوار الاجتماعي مع النقابات يجب أن يكون حاضرا ومستمرا ويكون حوار مؤسساتي. طبيعة الحل الحوار فيه أخذ ورد، وكل ينطلق من موقعه،
النقابات تدافع عن المصالح ديال الشغيله والحكومه تنطلق من الامكانيات اللي عندها، ولكن اللي اساسي هو ان يستمر هذا الحوار، لا يجب ان ينقطع. علاش؟ لان عنده ارتباط حتى بالاستثمار، وحنا في المغرب يعني المغرب يراهن على الاستثمار من اجل خلق فرص الشغل ومن اجل تحقيق التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. وفي الجانب ديال الاستثمار بالعوده ليه، لان طرحت واحد المجموعه ديال النقط. نعم. فيما يتعلق بالتشجيع ديال المقاولات الصغرى والمتوسطه، الامر يتعلق بالمقاولات التي ستحدث، لان باش انها هذه المقاولات توقف على رجلها يعني كتقدم لها هذه ستشغل ستخلق طبيعه الحال في حدود العشرة ديال 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 كانت خمسه فقط، ومن تاريخ ماشي من تاريخ التاسيس ديال 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 المقاوله، ولكن من تاريخ ديال انها تبدا في العمل في الاستغلال. يعني هذه جوانب. كذلك في الناحيه ديال الاستثمار تمت واحد المجموعه ديال الاعفاءات اللي كتهم مثلا القطاع السياحي، وحنا كنعرفوا الاهميه ديال هذا القطاع في البلاد ديالنا، من خلال واحد المجموعه ديال الاعفاءات فيما يتعلق بالتسجيل ديال العقارات اللي كتقتنيها المستثمرون من اجل انشاء وحدات فندقيه او الاماكن المخصصه للانشطه السياحيه. وهذا امر اساسي، لانه من ناحيه حنا كنراهنوا وحنا كنعرفوا القيمه ديال المداخل ديال السياحه في البلاد ديالنا، ثانيا ان هذا الجانب السياحي هو كذلك راه منتج لفرص الشغل، راه الاف ديال الشباب يشتغلون. اي نعم كتعاني بعض المؤسسات الفندقيه وبعض الوحدات الفندقيه، ولكن كيدار مجهود باش الحفاظ على الوضع القائم. عامل اخر اللي هو السياح سيكون المنتوج خدام باش يعني طبيعه الحال. لكن نقطه اخرى اللي طرحت هي اللي متعلقه ب كما قلت في هادشي ديال الجهات. راه الا شدينا المغرب وبدينا كنناقشوا، راه بطبيعه الحال كاينه واحد جوج ولا ثلاثه ديال الجهات اللي محظوظين. الجهات بما كان في الصيغه القديمه ماشي في الصيغه الحديثه، الان ضافت لهم واحد المناطق اللي غتولي كتشكل اشكال حقيقي داخل ديك الجهات، ماشي بالصوره اللي طرحت على المستوى في الخارج. في الخارج اي نعم كاينه جهات اللي كتلقاها في دوله معينه جهه يعني تتميز عن باقي الجهات، ربما ديك الجهه عندها واحد الصدى دولي اكثر ربما من، ولكن الان في المغرب راه كاينه واحد الرهان حقيقي واللي خصو الانتباه له في الاساسيات. حنا تحدثنا على الامكانات اللي مطروحه في الجانب ديال التعليم، الاساسي في الجانب ديال الصحه، الولوجيات، الطرق، لان الان مثلا حنا في موسم الشتاء واحد المجموعه ديال المناطق اللي كتعاني اللي كتولي في عزله تامه، وهنا كيدار مجهود حقيقي يجب ان نعترف به، كيدار مجهود حقيقي. احيانا الطبيعه تغلب البشر، ولكن كيدار مجهود حقيقي اللي كيحاول يفك العزله على هذه المناطق، خاصه بعض المناطق الجبليه اللي اصلا الوصول اليها صعب. طبيعة الحال أنا لاحظت بأنه سي بوانو سي الضيفان الكريمين تحولوا حينما بدأ يتحدثان عن جهتيهما تحولا إلى المعارضة، لأنه الواقع هو الذي يحكم. بدأتم بسرد واحد العدد ديال 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 الأمور، لأنه هذا الواقع. وخا نتكلموا على التوازنات الاقتصادية الموضوعية مع كامل الاسف شي خلل راه نبهوها، هذا هو الدور ديال النائب البرلماني. دابا انا ما قلتش كنقاطع حتى شي حد، خليه يكمل شحال ديما تكلم. انا ما قاطعتش، ورغم انه كان عندي ما نقول وانتم كتكلموا، ولكن الواقع يعلو ولا يعلى عليه. الفوارق المجاليه والاجتماعيه موجوده في المغرب، وشنو اللي دارها؟ هو السياسات المتبعه منذ زمان. انا جبت معايا غير جوج ديال القوانين الماليه راه هما ولكن الا خدينا ديال سنوات راه غنلقاو كوبي كولي. راه القوانين الماليه كتعاود، بالرغم من انه يمكن يتوجد هذا الحزب او الاخر في الاغلبيه ويبدا يدافع عليها، ملي كان هو في المعارضه كان كينتقدها وهكذا دواليك، لانه كاين استمرار ديال النظام السياسي واستمرار ديال هاد الناس اللي كيحطوا هاد القوانين الماليه هو مستمر، واللي كيحطوها راه كيحطوها تحت تاثير صندوق النقد الدولي، وملي كيجيبوها كيدافعوا عليها. وداك الشيء ملي كيتوجد الانسان في الاغلبيه كيكون محرج هو انه يدافع عليها، لانه كاين في الحكومه وكيخصو يدافع عليها. ولكن الواقع والموضوعيه تقتضي ان نقول الحقيقه، لانه ملي كنتكلموا على جهه خصها سي اش يو وانه مليار راه غاليه مليار على باش يدار واحد سي اش يو في الوقت اللي كاين تبديل ديال المال العام، ما كنعرفوش الثروات البلاد فين كتمشي. لانه من المؤسف حقا ان نعرفوا هذه القضيه، هذه انا فاجاتني كثيرا.
واننا نعرفوا بان الضريبه على الاستهلاك على السيجاره على التبغ على الكارو اللي كيهلك صحه المواطنين كتدخل الخزينه ديال الدوله خمسة هاد المرات داكشي اللي كيدخل لينا الفوسفات اكبر ثروه اللي كاينه عندنا في البلاد هي الفوسفات. الضريبه على 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 الاستهلاك ديال 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 السجائر ديال التبغ 9 مليار درهم اللي كتدخل للخزينه في السنوات. الضريبه على الاستهلاك 9 مليار درهم اللي كتدخل للخزينه في الوقت اللي المكتب الشريف الفوسفات الفوسفات كل سنه كيديروا لنا 2 مليار وكانه هذاك الشيء الثروه ديالنا اللي في الفوسفات سنويا كنبيعوا داك الشيء اللي كنبيعوا المداخليه والمداخل ديال 2 مليار ماشي هي اللي وهاد الثروات ديال البلاد ما كيستافدوش منها كل شيء كتستافد منها واحد الفئه معينه وهي اللي كيتعطاها دائما الامتيازات وكيتعطاها وباقا مستمره وحنا كننتظروا من انه هذا القطاع الخاص اللي كتعطاه كل هاد الاعفاءات واللي كتعطاه كل هاد التحفيزات انه يشغل مع كامل الاسف ما كيشغلش. دابا العاطلين اللي كاينين في المغرب شكون اللي هزهم؟ كتلقاه اجير الاب خدام في وزين وهز 3 ديال العاطلين معاه اولا موظف خدام في الوظيفه العموميه وهز معاه واحد العدد العاطلين. قلنا للسيد وزير الماليه ديروا اختيار يا اما تشغلوا مزيان شغلوا لانه الا شغلتوا غادي تخفوا الحمل على الاجره ما شغلتوش وما كاينش التشغيل ولا عاطلين العطله غادي وكتزاد راه نسبه العطله غادي وكتزاد ما شغلتوش ديروا اختيار خفوا غير العبء الضريبي على هذه الاجره لانه هذه سنوات العبء واش واحد كاين الضريبه على العقار واحد يربح مليار كيخلص 10% موظف عنده في السلم 11 كيقبض ولا اوريشيل كيقبض واحد 1.5 مليون كيخلص 38% وكيخدم فيها العرق ديال الجبين ديالو ما كايناش عداله ضريبيه. قلنا له خفوا الضريبه على الدخل على الاجره مرفوض شغلوا ما كاينش التشغيل عملوا شي حاجه لفائده زياده في الاجور باش يقدروا على الاقل يبقاو مستحملين لانه من 2011 ل 2017 واحد العدد المواد الغذائيه تزادت واحد العدد ديال الامور تزادت على هاد الاجراء والمغاربه راهما صابرين وكيتحملوا ولكن عاود ما يمكنش نبقاو مع الصبر ديالهم ونستمروا في الضغط عليهم ونستمروا لانه راه الانفجارات بدات كتبدا وماشي من صلاحه بلادنا يوقعوا فيها انفجارات اجتماعيه لانه غادي تكون عندها العواقب وخيمه. لذلك حنا كنقولوا بانه كاين البلاد صحيح ما عندناش امكانيات ولكن كاينه امكانيات غير توزع بعداله وكل مغربي ينالوا واحد شويه من الثروات ديال البلاد ديالو. المؤسف انه كيخلص الضرائب دابا اللي كيداروا لي زوطوروت والسيد اللي في الجبل اللي ما عندوش الا طاح الثلج ما يقدرش يمشي حتى للسوق كيبقى ما يلقى ما ياكل. السيد اللي في المناطق النائيه ما كاينش الطرقات ما كاينش المستشفيات كيموتوا النساء وهن في الطريق الى المستشفيات عار انه هذا الشيء يبقى. نعياو ونتكلموا حنا في الكونفدراليه الديمقراطيه الشغل عينا نصدروا البيانات عينا بل مؤخرا عملنا مسيره كنا دايرين احتجاجنا على الوضع الاجتماعي ولكن نظرا لما وقع الاعتراف ديال ترامب بالقدس عاصمه لاسرائيل حولناها للتضامن مع الشعب الفلسطيني وجسدنا هذا التضامن ايضا بطردنا لعامر بيريز من البرلمان المغربي عار انه نخليه كيتطحنوا خوتنا في هذا ونخليه عامر بيريز بمعنى انه الواقع يجب ان يتغير لمصلحه بلدنا. تنتحدثوا على المشروع غادي نعطيك عرفتك غادي تجاوب ترد ولا تجاوب عادنا انا نطرح انا السؤال حيث بغينا ننتقلوا للمساله ديال الموارد يعني هذا القانون طيب مين غادي يجيو الفلوس ديالو؟ لا دابا حين نتكلم عن قوانين الماليه تتكرر يمكن في واحد الجزء مهم جدا ان تتكرر لان تتعلق اما بمؤشرات الماكرو اقتصاديه اللي خصنا نحافظوا عليها وهذه بلادنا ولكن ملي كنقولوا ملي كنربطوها باستمرار النظام السياسي هنا فاش كان يعني كيخصنا ندقوا هذا النظام السياسي ديالنا هو اللي ضمن الامن والاستقرار ولولا هذه الثوابت ما كنا اليوم لنتحدث عن كل هذه المؤشرات سواء الايجابيه او السلبيه. حنا اليوم بين السياق العام اللي جا فيه قانون الماليه هو الاضطرابات علينا الحكومات نعم بلاش علينا الحكومات لا ما قلتش انا الحكومه انا جاي هنا قلت
تتكرر وعلاش والضامين وهادشي كله متفقين لا لا ولكن ما جدوى الحكومات اللي كانت كتخلي يقول في الامور متفقين لا متفقين 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 انا اعيد واكرر بان قوانين الماليه واحد جزء منها يجب ان يبقى مستمرا على مدى زمني لانه كيتعلق باستقرار معين على الاقل حين نتكلم عن التحكم في المؤشرات الماكرو اقتصاديه هذه ما مترتبطش من اليوم هذا مشروع قانون المالي جابت الحكومه جا في واحد اضطرابات سوسيو جيو سياسيه كنعرفوها كاملين بين عشيه وضحاها يمكن البترول يطلع المعرض العين وياثرنا على الاقتصاد ديالنا فلذلك زعما حنا هذا النظام السياسي ديالنا اللي قائم على التوتر على المؤسسات ومن بين المؤسسات الحكومه ومن بين المؤسسات البرلمان اللي خص يدور الدور ديالو ونعتقد باننا خصنا نديروا الدور ديالنا في اي موقع كنا سواء كنا في اغلبيه او في الحكومه ونقول لك حنا التعديلات اللي كنجيبوا على قانون الماليه ونحن في الاغلبيه زعما هذه الحكومه راه هي ديالنا والبرنامج صوتنا عليه ومع ذلك ناتي بتعديلات مهمه وانا ذكرت واحد منها والا فهم العشرات اللي جينا من اجل تجويد النص انا كنظن كيخصنا نتحملوا حنا كمسؤولين ملي كنتكلموا على صندوق النقد الدولي وبانه لا اسمح الاملاءات لا الاملاءات هذا كلام فيه واحد نوع من زعما المزايده لانه هذاك صندوق النقد الدولي يعني واش كيجي كيقول لنا شنو خصنا نديرو دير هذه ما ديرش هذه دير هذه ما ديرش ديالو كيجلسوا في وزاره الماليه هادشي راه واقع زعما واش لا مزايدات سياسيه انا ماشي سياسي انا برلماني عن النقابه وسيتي ريزولد بليس سي عبد الحق ديال الشغل ولكن ماشي ما كنعملش مزايدات سياسيه الواقع هو انه الخبراء ديال صندوق النقد الدولي كيجلسوا مدة طويلة في وزارة المالية وطرحناها مع السيد وزير المالية وما نفاش لا وانا انفي لك انا ما جيتش باش ندافع على الحكومة في السؤال الثاني لان غيكون اخر تدخل لا انا كنظن بانه هذاك الصندوق النقد الدولي كيجي باش يدير شغاله وكل البنوك اللي كنسلفهم كيجي كيدير شغاله لان احنا في منتظم دولي هذا المنتظم الدولي فيه علاقات وفيه مؤشرات لانه ملي كنتكلموا على الصدقيه ديال القوانين هذه الصدقيه صحيح فيها مؤشرات محليه ومؤشرات دوليه فلذلك ماشي باش يملي علينا المساله ديال لا 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 اسمح لي غير فيما يتعلق بلو سي بي ولا تيك ديال السجائر ليس دقيقا انك كانت كتدخل في اطار الاحتكار 9 مليار ديال الدرهم الان ما كتصعد ماشي هذيك ماشي كلها كاع الضرائب غير المباشره كلها كل 22 مليار ديال الدرهم ولا 27 مليار ديال الدرهم كيفاش 40 مليار ديال الضرائب غير المباشره 47 مباشره ولا غير المباشره غير المباشره 97 المباشره 67 مباشره 97 97 غير المباشره 47 مليار ديال الدرهم لا اظن 47 واو كاين كلشي عندك انا جايب لك معايا باش ما نخطاش على كل حال انا كنهضر على لاتيك خليني نهضر على لاتيك ونهضر على لو سي بي ملي كنشدوا مؤسسات ديالنا يمكن نتاخذوا كما بغينا لكن اليوم نفتخر باننا عندنا مؤسسه من نوع ديال لو سي بي يمكن نقولوا بانه علاش جابتنا جوج المليار اروندي انا معاك ولكن كون ان نقضيها في مؤسسه من المؤسسات ديالنا ما قدحتش فيها انايا قلت ما كتجيب لنا الا جوج المليار لأن ولكن النتائج ديال هذه السنه كانوا مختلفين كان في تطور كبير طبعا طبعا لذلك ولكن الواقع انه في السنتين ما عن جوج المليار في 2017 جوج المليار مؤخرا على النتائج ديال 6 شهور الاولى راه لا دابا هاد الاستثمارات التوقع هو جوج المليار لا هاد الاستثمارات اللي دارت بالنسبه الي انا كنقول تيلعب دور حتى هضرتوا على الجهويه في الجهات اللي موجود فيها تيلعب دور كبير ديال القاطره ديال التنميه اللي كيدير في عدد من الجماعات الترابيه الى غير ذلك فعلى كل حال انا ما عرفتش السؤال ديالك بغيت السؤال على من اين غادي حيت هو تحدث على المديونيه على العبء الضريبي يعني هذا القانون هذا الماليه منين غادي تجي هذه الموارد اللي واش غادي يتم اللجوء الى المديونيه اللي ديجا واصله لواحد المستوى دائما لانه غادي في الاخر غنمشيو للاستدانه حنا تنهضروا دابا على قانون الماليه هضرنا على المصاريف الموارد لا الموارد طبعا الحكومه كتقلب على هوامش دائما كتجيبيهم وحنا اللي كيهمنا تجيب هوامش تتعلق بال يعني بالشركات والمقاولات الكبرى كنعاونوها وفيما يتعلق انها تمس المواد اللي عندها علاقه بالمواطن مباشره شفتوا حنا حذفنا 5 ديال الاقتراحات اللي جات به الحكومه واللي شفنا فيها انها فيها مس للقدرة الشرائية ديال المواطن وديال الطبقات المتوسطة قلنا أودي هذه ما يمكنش لكن فيما يتعلق كيفاش يعني الإعفاءات الضريبية اليوم
واللي كدار كلها كنقيموها كنقولوا اودي 33 مليار ديال الدرهم ما بين اللي كتسمى اعفاءات ضريبيه كيخصنا نقيموا الحكومه قبلات باش يدار لقاء دراسي نقيموا هذا الشيء. ولكن المداخل في عموما شنو هي؟ هي ضرائب في عموما. نعم. انا كنظن بان الحكومه هذا العبء الضريبي اليوم ملي كناخذوه نقارنوه حنا اليوم غير كنا كنتكلموا في واحد المجال اللي كيتعلق بالمحروقات فيما يتعلق بالعبء إيه العبء الضريبي على المحروقات نحن ثاني دولة فيها العبء فيها الضغط الضريبي قليل ما كيتعداش 40% في بعض الدول قريبة منا 68%. فلذلك حنا في نهاية المطاف كتقول ما نمشيوش الضرائب ما نمشيوش للسيدان وشنو نديرو باش غنديرو الاستثمارات باش غنديرو طبعا كيخصنا نمشيو للسيدانه نمشيو للقروض ولكن غنمشيو في افق اللي حنا عارفينه. هذا الافق اللي حنا عارفينه كنظن تحدد في قانون التنظيمي للماليه تحدد السقف اولا وتحدد المجال ما يمكنش يمشي للاستهلاك ولا بدا خصو يمشي للاستثمار. فلذلك انا كنقول كاين دول اللي فات 100% واش عيب ان نستدين دابا ما نستدنوش ما نزيدوش في الضرائب واش نديرو باش غنديرو هذه الاستثمارات العموميه. فلذلك نكونوا منطقيين انه كيخصنا نبحثوا على هوامش باش الدوله تجيب يعني مداخيل مهمه وفي نفس الوقت انها لكن ضروري ان السدين ليس عيبا في ذلك. خلاصه لان هذا اخر تدخل لا يعني. بالنسبه للمديونيه فعلا غتكون المديونيه وهذا مشكل كاين مطروح اليوم في المغرب لان وصلت نسبه المديونيه للخزينه تقريبا 65% برنامج الحكومه خصها توصل ل 60% في افق 2000 يعني المديونيه راها مشكله في بلادنا مشكله ماشي حنا بحال الدول المتقدمه اللي كتوصل ل 100% ولا تفوت نسبه كبيره لان الثقه ديال العالم والاقتصاد العالمي عنده فيها. حنا دول ناميه فاش كتوصل لواحد المستوى المديونيه كيولي الثقه كتنزل من فيك وبالتالي ما كتبقاش تستافد من واحد المجموعه ديال الامور. غير بالنسبه للنقاش اللي كيدور حنا كنناقشوا لانه كما بدينا في الاول بغينا بلادنا تمر من واحد المستوى لواحد المستوى اخر. عندنا طموح كبير لبلادنا ولكن هذا لا يعني بان وراء بلادنا حققت اشياء ايجابيه جدا يعني الاستقرار التموقع ديالها في افريقيا هاد الشركات الكبرى المؤسسات الكبرى بحال مكتب شريف وسط المولي الاخوان اللي كيدير استثمارات كبيره وعدد ديال المقاولات المغربيه الكبرى كاين تقدم كاين مشاريع كبرى كاين موانئ كاين الاشكال اللي كاين هو اولا بغيناها تكون الاستفادة ديالها على الصعيد الوطني جميع الجهات وجميع المجالات وعلى طبقات ديال المغاربة كاملة ونمروا لواحد المرحلة ديال خلق الثروات بمقارنة مع الموارد ديال الدولة. الموارد خصها تكثر كتكثر لأن كتكثر فاش كتكثر الضرائب وكتكثر لأنه كاين حركية اقتصادية هي اللي كتخلي تكون مداخل ديال الدولة. ولكن من بعد فاش تكون هذه المداخل المشكل كيبقى مطروح هو كيفاش غادي نستغلوا هذيك المداخل لخلق الثروة وعاد كيجي المشكل ديال التوزيع ديالها بشكل عادل وتكافؤ الفرص. طبعا الوقت ما بقاش باش نتكلم على واحد المجموعه ديال المجالات منها التعليم اللي بديناه في الاول ولكن نعتقد بانه قضيه التعليم هي في بلادنا اساسيه لان هي اللي كتخلق الفقر هي اللي كتخلق الاميه هي اللي ما كتخلقش التشغيل هي يعني محدد اساسي في المشاكل اللي كنعيشوها اليوم ومحدد اساسي بالنسبه لهذا النموذج التنموي اللي بغينا نوصلوا لبلادنا. اذا كنظن بانه خصنا ننتقدوا مزيان ولكن دائما نردوا البال انه خصها تبقى وخصنا نخلقوا واحد الثقه ايضا من عند المغاربه في البلاد ديالهم ومن عند الناس اللي من الخارج في البلاد ديالنا باش يمكن يبقاو يجوا المستثمرين باش يبقى مناخ الاعمال باش نحققوا يعني التنميه ديال البلاد ديالنا. في 10 ثواني اذا سمحتي غير هذيك القبيله وقع لنا خلاف الضرائب انا كنت كنتكلم على غير الجبائيه هي 22 فصيل اما الضرائب الضرائب الجبائيه اصلا هي 111 غير مباشره غير مباشره او غير الجبائيه 22 وطبعا الحسابات الخصوصيه 3.3 لكن الضرائب اللي غير الضرائب اللي بغيت تقول غير المباشره غير ماشي غير الجبائيه غير المباشره 87 مليار ديال الدرهم. نعم بخصوص مساله الاستثمار وعلاقتها بفرص الشغل يعني في طبيعه الحال بلادنا خصها الاستثمار ولكن خصنا استثمار اللي يعطي نتائج اللي يخلق فرص الشغل اللي يخلق الثروه ايضا ماشي استثمار اللي فقط نحطوا فيه الموارد ديال الدوله اللي كلشي تيقول بانها ضعيفه ومن بعد ما يكونش عندنا مردود ديال هذا الاستثمار.
بطبيعة الحال كيخص استثمارات اللي تكون مجدية. هاد الاستثمارات المجدية غادي يكون عندها انعكاس على البي بي، على الناتج الداخلي الخام ديال 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 البلاد، واللي في الحقيقة خصنا نفكروا خاص وما نعتمدوا غير على الضرائب. وقت ما خصنا الفلوس كنقلبوا منين نجيبوا الضرائب، وكنقلبوا منين من جيوب المواطنين. احنا درنا اقتراح ديال التعديل بانه الدواء ما يبقاش عليه الضريبة على القيمة المضافة، كيترفض، وهي مسألة بالعكس درت في 2009 كانت النتيجة صفر. لا وش ما نقصت الثمن. المفروض أنه يتعمل إجراءات اللي توصل للمواطن، اللي توصل الأثر ديالها للمواطن. اللي وقع الآن هو أنه كل قانون مالية كيجي كيحافظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، ولكن كيحافظش على التوازنات الاجتماعية، ما يفكرش للمواطنين أشنو اللي غادي يجيب لهم. لابد من نشير قبل ما نمر البرنامج الحكومي. البرنامج الحكومي ما عكسوش قانون المالية. احنا كنتكلموا ونعطي غير مثال، البرنامج الحكومي فيه ثلاثة ديال السدود كبرى في السنة، حد الساعة مازال ما بدات حتى شي، وما كاينش قانون المالية بانه غيدار شي سد ولا غي ما يتعلق بالتأهيل الاجتماعي. الصندوق ديال التأهيل الاجتماعي في القانون التنظيمي لقانون المالية كيقول بانه اي صندوق او ما 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 اشتغلش ثلاث سنوات كيخصو يتحيد. هادشي اللي وقع لهذاك صندوق التأهيل الاجتماعي كاين، ولكن الحكومه ما كديرش فيه الفلوس. دونك مفروض انه في 2018 خصو يتحيد بحكم القانون، ما تحيدش لانه عنده ضروره، ولكن بحكم القانون خصو يتحيد. بمعنى احنا كنعملوا مزيان، نعملوا القانون التنظيمي لقانون الماليه ومزيان نحطوا، ولكن واحد العدد ديال الصناديق فيها الفلوس وما كتشتغلش، وصناديق مهمه وما فيهاش فلوس. بمعنى يجب مراجعه هذاك الشيء كله باش يكون دائما الاساسي هو اشنو غيعطي للمواطن. الا ما كاينش التفكير في المواطن، وملي نكونوا كنحطوا قانون الماليه نفكروا في اشنو اللي غنعطيو لهذا الشعب المغربي، وكيفاش غنبدلوا الواقع ديالو من سنه الى اخرى. واخا نضلوا نديروا قوانين الماليه، واخا نضلوا نعاودوها، واخا نضلوا نديروا، غادي ما يكونش عندها حتى شي اهميه، لانه الاول والاخير في هذا الشيء كله هو الشعب المغربي، هو المواطن المغربي. ملي المواطن المغربي يتلقى خدمات مهمه، لانه ملي كيخرج في الصباح كيخصو يلقى الطريق بعدها، ملي يلقى الطريق كيخصو يلقى النقل، الا كان غادي كيخصو يبرا كل شيء تيعرفو. وضع اجتماعي صعيب عند الشعب المغربي، خاص الحكومات تفكر فيه. نعم، خلاصه ديالك استاذ. وعطفا على ما جات في المداخله السابقه، ملي كنتحدثوا على النموذج التنموي الجديد ثم طريقة من الخطاب الملكي، هو ديك النموذج التنموي اللي ياخذ في عين الاعتبار يكون نموذج تنموي يعني منتج ومدمج لمختلف الفئات الاجتماعيه. لان الخلل راه حنا عارفينه جميع، هو انه طيله سنوات تمت واحد المجموعه ديال الاصلاحات الهامه، ولكن ما انعكستش بشكل كبير على المواطن المغربي. الان الحكومه لا من خلال البرنامج الحكومي، لا من خلال القانون المالية الحالي، يعني وضعت واحد المجموعة ديال الأولويات اللي مرتبطة بالقطاعات الاجتماعية، وهذه نقطة تسجل لها. والأساسي اليوم يكمن في الخطاب ديال الوضوح. نتكلم الأخ على المعارضة والأغلبية، راه من المفروض على ان اللي في المعارضه راه في المعارضه، واللي في الاغلبيه في الاغلبيه. راه اصعب شيء هو ان ما يكونش عندنا خطاب الوضوح، وحنا ضد ديك الثقافه ديال الرجل هنا ورجل هنا. والدور ديال النائب البرلماني هو انه يقوم اي اعوجاج في تنزيل السياسات والبرنامج الحكومي على ارض الواقع. وراه ممكن على ان الحكومه يكون عندها البرنامج ديالها، وفي الوسط ديال الولايه ديالها يتضح على ان كاينه واحد المجموعه ديال الاولويات اللي ولات كطرح نفسها. مثل ما الان حنا كنتحدث على الاولويات الاجتماعيه كطرح نفسها، راه ممكن من دابا سنتين او ثلاث سنوات تظهر اولويات اخرى اللي كتقتضي على ان ترصد لها واحد الاعتمادات ماليه من اجل الخروج من الاشكالات اللي كنعيشوها. الاساسي هو انه تغليب المصلحه ديال البلاد، والاساسي هو تفعيل القانون. رحنا الآن نتحدث ونكرر دائما المبدأ ديال المسؤولية والمحاسبة، يجب أن يفعل بشكل كبير،
ويجب ان نمارس نحن ادوارنا في تفعيله. الان كنتحدثوا على القانون التنظيمي الماليه، راه كنتحدثوا على المراقبه البعديه. الان ها هي الميزانيه كاينه ترصد لمجموعه القطاعات، راه خصنا حتى حنا ادوارنا كبرلمانيين يجب ان نراقب الاوجه الصرف ديال هذه الميزانيه، واش تصرفت في داك الشيء اللي كتمشى له ولا ما تصرفتش. لان من بين الاشكالات اللي كنعانيوها في هذه البلاد للاسف الشديد هو ان واحد المجموعه ديال المبالغ ما كتمشيش لداك الشيء اللي مرصوده له، كتمشي من الجيوب ديال 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 الناس اللي كيفلتوا من العيقه في اطار عدم التفعيل ديال المبدا ديال المسؤوليه والمحاسبه. وباش نكونوا باش ننهي الكلام ديال بخطاب متفائل، اعتقد على ان المغرب الان وماشي بالحكومه السابقه وماشي اللي قبل منها، المغرب يعني طيله يعني عقود يعني تحققت واحد المجموعه ديال التراكمات، واحد المجموعه ديال الامكانات هي اللي كتجعلنا اليوم مؤمنون بان المستقبل ديال البلاد سيكون افضل، وبان مختلف الاشكالات اللي كنعيشوها اليوم خاصه في الجانب الاجتماعي اعتقد على انه في غضون عقدين من الزمن غنكونوا تجاوزنا واحد الجزء كبير منها. طبيعه الحال يجب، وهذه مساله نشارك فيها جميعنا، هو ان هذه الامكانات القليله اللي عندنا في البلاد يجب ان توزع بعدل، تكون واحد العداله في الحقوق وعداله في الواجبات، واعتقد هذا ما تسير اليه هذه الحكومه وهذا ما تسير اليه جميعنا. وشكرا. بقات بقات واحد الصندوق، بغيت نتكلم غير على صندوق المقاصه. صندوق المقاصه دارت فيه الحكومه 13.7 مليار ديال الدرهم، ربحنا واحد العدد. كاين اصلاحات اللي خصها تتجه نحو هذوك المواد اللي بقات، سواء غاز البوطان ولا السكر ولا الدقيق. السكر انا كنظن كنلتحق بمن يقول بانه كيخصو يتعالج هو الاول. علاش؟ لانه الحكومه ديال 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 الاستاذ عبد الاله بن كيران دارت واحد الاجراء، هو قال تودي خصت واحد المليار ديال الدرهم لهادشي المستشفيات الاقليميه من حيث الصيانه والتاهيل الى غير ذلك. للاسف الشديد باقي ما مشيناش. انا كنقول الاصلاح هذا خصو هو الاول يمشي والفلوس ديالو يمشيو لهادشي، يمشيو لهادشي ديال الصحه. ثانيا صندوق التاهيل الاجتماعي باقي 2018 باقي سنه كنظن بانه كيخصو خصو يتفعل. ثالثا فيما يتعلق، انا نكون عاوتاني شويه، كاين عندنا اشكالات، اشكال الحكمه، راه كاين مشكل ديال الحكمه خصنا، والحكومه دارت اجراءات صحيح في المساطر في الاداره الى غير ذلك، ولكن باقي مطروح مشكل الحكمه، وهذا من بين الامور اللي خصنا حتى حنا نتحركوا من اجل اننا نساهموا في اصلاحها. لا غير بعلاقه مع هادشي ديال الاشياء الاساسيه اللي تكلمنا عليها واللي خصها الحكومه تعيرها اهتمام، هو كل ما يتعلق بال كيفاش نمروا من الاستثمارات من هاد الاجراءات من القانون الماليه لعند المواطنين. هادشي لا كيبغي واحد الرؤيه، واحد تحس بان كاين واحد كاين استراتيجيه حكوميه وكاين التقائيه وكاين عمل مشترك وكاين باش كنمشيو الاجراءات كتبان، والا كتبقى تبان بحال اجراءات يعني ما عندهاش شي خط رابط وما كتعطيش شي نتيجه. كنظن هذا هو اللي في جميع المجالات، الى حددنا كاولويه التشغيل خاص جميع القطاعات بدات تشتغل على هذه النقطه هذه باش نحلوها. غير حيت دائما في ارتباط مع اللي قال سي بوانو، الحكمه مزيان خاصها تكون والحكومه كانت خاصها تعمل في هذا الاتجاه. كاين الفساد منتشر، الرشوه، هذه اجراء ما خصها لا فلوس لا والو، خصها حزم باش تحارب، لانه المواطن ملي كيمشي لواحد الاداره وكيخصو يدفع اتاوه ديال الرشوه باش يلا ياخذ وثيقه، المفروض هذا الشيء ساهل يتعالج الا كاين الاراده السياسيه. ما يتعلق بصندوق المقاصه، فين مشى الفلوس اللي وفرت الدوله من صندوق المقاصه ولا الحكومه من صندوق المقاصه؟ كان المفروض انها تمشي للفئات الاجتماعيه، لانه هذا كان دعم ديال الفئات الاجتماعيه. ملي توفر منه كيخصو يمشي ليها. ما يتعلق بالاعفاءات اللي تكلم عليها سي بوانو قبيله اللي كتوصل 33 مليار درهم فاصله شي حاجه، وهذا غير اللي دار لها تقييم ديال واحد 300، هما راه كاين 418 اعفاء. هذاك 33 مليار كان ممكن نديروا بها بزاف ديال الحوايج في الميزانيه ديال الدوله، لكن تعطات كاعفاءات والنتيجه ديالها باعتراف القائمين عليها انه ما عطاتش داك الشيء اللي كان منتظر منها، بمعنى انه خاصنا مازال ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، الحوار الاجتماعي الى كاع تدار راه غادي خصنا من هنا الفاتح ما غيكونوش نتائج، لانه القانون الماليه ما فيه والو. بما انه اخر حلقه في هذه السنه، بغينا 2018 كيفاش تشوفوا شنو اكبر التحديات في هذا الشيء اللي تتحدثوا عليه اقتصاديا واجتماعيا غير بعجاله؟ لا بما انه لا اكبر تحدي اللي غيكون عندنا في 2018 هو التنزيل ديال هذا
ديال البرنامج وديال القانون المالية. لأنه أنا ملي تكلمت على الحكمة مشيت لواحد الجزء كيتعلق بنسب الإنجاز، لأن حنا دايرين فيما يتعلق بالالتقائية، فيما يتعلق بالسياسات المندمجة، درنا تشخيص ومشينا خدينا إجراءات، لكن اليوم خصنا التفعيل. هاد القضية ديال التفعيل كنظن كيخص الحكومة دير مجهود من أجل ترفع نسب الإنجاز. منين ترفع نسب الإنجاز كل هاد الإشكال اللي